السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد والمليء بالأحداث الحصرية. أتمنى من كل المتابعين الكرام الذين يشاهدون هذا الفيديو ألا تبخلوا علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، ودائما نعدكم بالمزيد والمزيد من العطاء في هذه القناة فقط بدعمكم المتواصل. دائما وقبل البداية نبدأ بأبرز عناوين هذه الحلقة. بعدما رفض الغناء مقتل المغني التركي أونور شينر ذبحا. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يساندون محمد الترك ويتمنون عودة دنيا بطمة إليها، لكن الأخيرة تصدم الجميع. بعد الضجة التي خلقتها سي مهدي يخرج عن صمته أغنية فينيتو غير كونستانس بها. أشرف حكيمي وزوجته على غلاف مجلة عالمية بسبب المونديال. خرجة إعلامية لعبد الرزاق حمد الله يحسم فيها قرار عودته إلى الأسود. قتل 3 أشخاص، الموسيقار والمطرب التركي أونور شينر في العاصمة التركية أنقرة بعدما رفض أداء أغنية طلبوا منه أداءها خلال حفل غناء، فيما أعلنت السلطات عن اعتقال المتهمين. وقعت الحادثة مساء يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 في منطقة جانكايا بأنقرة. وقالت وسائل إعلام تركية إن مجموعة من الحضور طلبوا منه أن يؤدي أغنية، ورد شينر على أحد الأشخاص قائلا: لا تتدخل في عملي. وأشارت CNN تركيا إلى أن خلافا نشب بين الموسيقار شينر والزبائن 3، وتحول الأمر إلى ضرب استخدمت فيه زجاجات حادة. وعلى إثر ذلك تعرض شينر البالغ من العمر 45 عاما لجروح بليغة في العنق أدت إلى وفاته. بحسب الإعلام التركي فشلت جميع المحاولات إبقاء شينر على قيد الحياة بعد إسعافه بالمستشفى، فيما اعتقلت السلطات المتهمين 3 بقتلها. الأشخاص الذين تم اعتقالهم موظفون حكوميون، يعمل 2 منهم في وزارة العمل والضمان الاجتماعي والثالث بشركة حكومية متخصصة في الصناعات الدفاعية. أثار مقتل شينر غضبا واسعا في تركيا، وتصدر هاشتاغ قتله قائمة التغريدات الأكثر تداولا في البلاد. عبر الهاشتاغ أعربت حسابات على تويتر عن غضبها من حادثة قتل الموسيقار وطلب بمحاسبة المتهمين. من جانبه قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نور أرساوي الاثنين 3 أكتوبر 2022 إنهم سيتابعون قضية مقتل شينر، وقال إنهم يريدون أن ينال القتل العقوبة التي يستحقونها بحسب ما ذكرته CNN تركيا. من جانبها قالت صحيفة صباح التركية إن آخر ظهور للموسيقار التركي شينر كان برفقة طفلته، إذ يظهر شينر وهو يغني معها داخل السيارة. كان الموسيقار شينر نجح في مسابقة أوزيس التركية واشتهر بأغنيته المعروفة شو ميست جون، وقام بعمل دويتو مع مواطنته هاديسة. نشر زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة العديد من ستوريات عبر حسابه بالإنستغرام تعود لحسابات محبي الفنانة دنيا بطمة تدعو فيها لعودة الاثنين إلى بعضهما البعض. قصة انفصال محمد الترك ودنيا بطمة طغت على جل الصفحات الإلكترونية خلال الشهر الماضي بسبب الخلاف الذي لا يعرف لحد الآن سببه. فقد خرج محمد الترك في عدة لايفات أعلن فيها عن انفصاله عن زوجته دنيا بطمة بسبب أشخاص مقربين كان السبب على حد قوله، كما أنه رفض الابتعاد عنها وأنه سيفعل المستحيل من أجل لم الشمل من جديد، فيما فضلت المغنية المغربية التزام الصمت والابتعاد عن هذه المواضيع عبر السوشيال ميديا. المغنية دنيا بطمة تركت الكثير من علامات الاستفهام لدى متابعيها في موضوع انفصالها عن المنتج البحريني محمد الترك، وكذا حول الجدل الحاصل حول خيانته لها، وفضلت عدم الرد بشكل صريح ومباشر على الأمر وتجاهلته تماما من خلال التركيز على حفلاتها وأغانيها. ورغم إصرارها على الصمت نشرت دنيا بطمة مقطع فيديو جديد اعتبره الجمهور رسالة مبطنة لوالد طفلتيها بعد أزمة انفصالهما. وظهرت الفنانة المغربية في المقطع تردد أغنية أمون طالين زهري وين وأنا وين، قائلة غرامك قتال وأنا ضحية، حبسك رشاني غرامك سيزاني زهري وين وأنا وين.
وتتمايل معها بانسجام وفرحة، وهو ما اعتبره الكثير من متابعيها بأنها توجه رسالة غير مباشرة لزوجها والجمهور بأن علاقتهما انتهت بالفعل، وبأنها لم تعد تحبه ولا تريد التواجد معه، وبأنه مستحيل أن تعود إليها. تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله بكثافة عبر السوشيال ميديا، معتبرين بأنها تقصد حسم الجدل حول طلاقها أو عودة الأمور إلى مجاريها مع زوجها الذي يصر دائما أنه لن يتخلى عن دنيا بطمة وسيعمل المستحيل لإعادة الاستقرار لبيته ولحياتها. كشف الفنان المغربي سي مهدي في لقاء صحفي مع أحد القنوات أن أغنيته في نيتو التي خلقت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا أغنية مضحكة على حد قولها. وقال سي مهدي أن طبيعة كلمات الأغنية هي أغنية من أجل الضحك والطنز كما اعتبرها، مؤكدا أنه كان يتوقع الضجة والانتقادات اللاذعة التي ستحظى بها. هذا وقد أكد أن كلمات الأغنية ليست بالمستوى وأنها مجرد أغنية للترويج لألبومه الجديد الذي سيحمل في طياته 10 أغاني. جدير بالذكر إلى أن أغنية فينيتو لسي مهدي حققت حوالي 1.5 مليون مشاهدة عبر قناته بموقع تحميل الفيديوهات العالمي يوتيوب في ظرف 3 أسابيع. اختارت النسخة العربية من مجلة فوغ العالمية لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي وزوجته الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك لتصدر غلاف عدد أكتوبر 2022، وانتشرت على نطاق واسع على السوشيال ميديا على غلاف مجلة فوغ العالمية، وذلك بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم المنظمة في قطر رفقة مجموعة من المشاهير من بينهم الفنانة المصرية ياسمين صبري ونجمة بوليود ديبيكا بادوكون. ونشر حكيمي عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام صورة له رفقة زوجته وعلق عليها بالقول: نحن سعداء لنتقاسم معكم غلافنا في مجلة فوغ، فيما تداولت العديد من الصفحات بأن نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي قد بدأ يتجه إلى عالم الموضة رفقة زوجته لظهور الثنائي المتكرر واللافت للانتباه على مجلات الموضة. وتألق أشرف حكيمي رفقة المنتخب الوطني المغربي بشكل لافت في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022. انتشر فيديو جديد للمغربي وهداف فريق اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مشاركته في كأس العالم قطر 2022 رفقة بعض من مشجعي فريق اتحاد جدة متمنين له المشاركة في كأس العالم مع المنتخب المغربي. قال مشجع اتحاد جدة لعبد الرزاق حمد الله: عقبال نشوفك في كأس العالم مع المنتخب المغربي. ورد عليه حمد الله قائلا: إن شاء الله ديما مغرب. وكان الرجراجي قد قال في تصريح سابق إنه مع إعطاء الفرصة لكل المهاجمين سيدفعه للتفكير في الأيام المقبلة في مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله ومهاجم أولمبياكوس اليوناني يوسف العربي. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.